كالعادة طبعا مباراة لابد الرجوع للفار إذا كان في طرف الهلال، وكالعادة شاكير أحسن حكم بالعالم يا حبيبي. هذا أنت الحكم، هذا حكم شاكير أحسن حكم بالعالم. هذا يا أبو سعيد والله العظيم إنك والله وصلت أنت مرحلة والله ما أدري شو أقولك. هذا شاكير هذا ورجع للفار وما فيها شيء وش اسمه وفي منه المحل الإماراتي يعني ما له خص بالموضوع. حل قال ما فيها أي شيء أصلا، لا تحايل من اللاعب. والله مو انا المحلل هذا الاماراتي. لا لا ما فيها شيء عزيز، المحلل الاماراتي مو انا ما اتكلم، انا ما اتكلم أقول. عزيز محللين يا عزيز، وحكم حكم نخبه بالعالم ومحللين يقولون ما فيها شيء يا عزيز، مو انا المحللين يقولون. زين واللقطه الثانيه هم ما فيها شيء بعد؟ شني واللقطه الثانيه اللي بالكورنر هم ما فيها شيء؟ كله ما فيها شيء. وين والله ما ادري عنها. والله ما ادري عنها. ابو سيف اللي بيشوفه. لا والله قلها لي، والله لا اقولها، والله العظيم اني اقول الحق ما فيها شيء. لكن هذه عزيز مو انا ما حطها له، حطها له، انا ما حطها. الحكم هذا حكم مستوى عالي. شنو افضل حكام العالم يغلطون، في مشكله؟ طيب هو المحللين ابو سيف انا من بس خلينا خسكان. اول شيء اول شيء هذه المباراه من قال في بطل جديد ما ادري مسوي الريتويت للمباراه. طيب زين اسمع هذه اول شيء هذه كانت قمه المباراه، يعني الفريقين كلهم ادوا، وهي الجوله هذه هي اصلا جوله عزيزه علينا. الاسم ملعب الجوهره اسمه الهمه، حتى الحكم ادى يعني أدى أحلى أداء. أشكره صراحة. أشكره. والله أنا ودي أكافئ. على أداء. أشكره. أنا ودي أكافئ الحكم. على أدائه الجيد. إن شاء الله. فريق الهلال يعني المباراة هذه. إن شاء الله ما قصروا معه. المباراة هذه. لا هذه كلمة قوية. شو ما قصروا معه. لا 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 لا. لحظة. شو ما قصروا معه. ما قصروا معه إن شاء الله. ان شاء الله ما قصروا معاه يعني الاستقبال وكذا، يعني الاستقبال والحفاوه الاستقبال وهذا معروف يعني. والله العظيم يا جماعه ايه الحقوا عليه، ايه والله الحقوا عليه. انا اشوف يعني الحكم ما في شيء، الحكم ما في شيء صراحه. الحقوا على الرجال هذا.